بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our lecture today about hepatitis, and it is the sixth lecture in first trimester. We have bacterial hepatitis and viral hepatitis. We will study viral hepatitis. Viral hepatitis, we have two types: infectious hepatitis, اللي هو virus A, and فيروس B اللي هو B and D يسموه serum hepatitis. بعدين اكتشفوا في نوع ثالث من الهيباتيتس C هو نن A نن B وقسموه إلى E اللي هو enterically transmitted. enterically يعني gastroenteritis. ال C parenterally transmitted يعني by injection. ولقوا بعد انواع اخرى الهباتيتس اف، هباتيتس جي اند اذر، الحبل على الجرار. كل ما يكتشفون واحد يختلف عن السيرولوجي مال ذول الاثنين مال اللي اخذناهم الاي والدي اللي هم الانفكشوس هباتيتس اي والسيرم هباتيتس بي، وبعدين ضافوا له الدي مشابه له. ما يكتشفون قاموا يسموهم لنا اي بي اول مره، بعدين صار اكثر من واحد انطوهم اي سي ودي سي واي اف جي اتسترا. Hepatitis as a disease characterized by inflammation and necrosis of hepatic cells. Inflammation and necrosis. حتى نقول hepatitis. Severity of symptoms may vary from client to client. من شخص إلى آخر. Onset of symptoms also varies according to the incubation period of specific virus. يعني هم يشابهون بكثير من الأعراض إذا ما نقول كلها. بس symptoms, onset of symptoms differ. Varies according to the incubation period of a specific virus. يعني قد يكون fever أول شيء، loss of appetite، بعدين jaundice، بعدين الأعراض اللي راح نحكيها بعدين. فهي تعتمد على incubation period of a specific virus حتى تطلع symptoms مال هذا الهيباتيتس. نقسم الهيباتيتس as phases to three phases. Pre-ecteric يعني قبل ما يطلع jaundice. Ecteric يعني jaundice، اصفرار. Also called prodromal period or prodromal phase. This is the period of maximal infectivity. Pre-ecteric هي period of maximal infectivity. أعلى infectivity تصير بالpre-ecteric period. Circulating immune complexes may cause fatigue, تعب, anorexia, loss, يعني anorexia, loss of appetite معناها، ما يشتهي ياكل، depression, headache, weight loss, muscle pain, nausea, vomiting, change in taste and smell. يختلف او يفقد الذوق ويفقد الشم and fever. اذا circulating immune complexes. هسه هذه مشابهه لكثير من الاعراض، هسه يجينا ابو الكورونا فيروس كوفيد 19. ايضا فتيغ وانوركسيا وهدك ومسل بين، نوزي فوميتنج، تشينج ان تيست اند سميل، وذ فيفر. فهذه مثل نقدر نعتبرها سبيسيفيك فور هيباتيتس. موست فيرال انفكشنز كوز ذيس سيمبتومز. هنا يجي فد شيء متخصص بالهيباتيتس. رايت ابر كوادرنت تندرنس مي بي نوتد. رايت ابر كوادرنت اللي هو سبكوستال تندرنس مي بي نوتد. هذا البري اكتريك فيس. الاكتريك فيس من تطلع الاعراض اللي هي جوندس كاركترايز باي جوندس، ذير از ا ديفكتيف ابتيك كونجيكيشن اند اور ديستريبيوشن اوف فاير. يصير ديفكت بالابتيك عادة يروح uptake of bilirubin فما يطلع بالدم. conjugation and or distribution of bile فيسوي لنا jaundice اصفرار او يرقان. bilirubin is diffusing into the tissue. urine is darker. stool are clay color. clay يعني يصير فاتح يميل الى البياض. clay color لأن البيلروبين اللي المفروض يطلع بالستول ما راح يطلع بالستول، راح يروح لليورين أكثر ويبقى بالبلد ويصير بالسكين تيشو. البيلروبين ديفيوز انتو ذا تيشوز. عن يورين الزاركر، ستول ار كلي كلر، بيرزستنت فتيك هاي بالإكتريك فيس اللي هي سكند فيس أو سكند ستيج. And the liver is enlarged and tender. اللي قلنا رايت أبر كوادرنت بالفيس 1.
تصير tenderness. هنا راح يصير الليفر از لارج، نسوي له perforation تحسه ان تندر، يسال المريض يقول لك اخ يوجعه. بوست اكتريك اللي هو ريكفري ستيج او ريكفري فيس او convalescent فيس، جوندس از disappear but does not mean recovery. يختفي الجوندس بس هو لحد الان تعبان ما يشتهي، يصير عنده فقدان وزن، بعد فقدان الشهية عنده نسميه convalescent phase اللي هو فترة النقاهة. But it does not mean recovery. ما معناها طاب شفى 100%. It may last weeks to months. هذا ال post-ecteric phase. فالنظرة عامة عن viral hepatitis overview. The types of viral hepatitis A, B, C, D, E. عفنا ال F و G دول اللي بعدين اكتشفوهم. Sort of the virus بالA عادة feces. B, C, D هو blood and blood derived body fluids اللي يسوي transmission of virus. ال E شبيه للA. احنا راح ناخذ ان شاء الله اليوم بالمحاضرة ناخذ الA والE. ايضا source of virus بهيباتيتس E هو الفيس. Routes of transmission in A fico oral, in E fico oral أيضا, B, C, D هم percutaneous permucosal. Chronic infection in A and D there is no chronic infection of viral hepatitis. بينما B, C, D there is chronic infection. Prevention pre and post exposure immunization in case of A. B أيضا pre and post exposure immunization. Hepatitis C blood donor screening risk behavior and modification. اللي يجون يتورعون يسوون screening لأنه عادة ينتقل عن طريق ال blood and blood derived fluid. فنسوي screening بالhepatitis C pre and post exposure immunization and risk behavior modification. The risk behavior modification دول عادة ال high risk group هم اللي راح ناخذهم بعدين بالمحاضرات، اللي هم الدينتست، اللابراتوري وركرز، الحلاقين، الناس اللي يتعاملون مع الدم، اهل المختبر، فدول ريسك بيهيفير موديفيكيشن. ان كيس هيباتيتس اي انشور حتى نسوي بريفنشن انشور سيف درينكينج ووتر، لان عاده فيكو اورال يصير كونتامينيشن اوف ووتر درينكر درينكينج الخاصه بالمشاريع المي يصير تكسرات بعض البوريات فالدرينكينج ووتر يصير كونتامينيتد هيباتيتس اي. سيمبتومز ان جنرال فور هيباتيتس جوندس يرقان بيرل ستول اللي هو قلنا كلي كلر دارك يورين ماليز مع الخلق تعبان انوركسيا فقدان شهيه نوزيا فوميتنج ابدومينال بين عاده بالرايت upper quadrant of the abdomen hypochondrial area headache myalgia skin rash sometimes pruritus arthralgia and arthritis and fever. هذه ما نقدر نحدد نقول هذا A أو B من نشوف ذني إلا نسوي investigation معي. Now we'll start with hepatitis A virus. It's naked RNA virus. RNA virus naked يعني هنا نقدر نقول عاري أو مطلق. مطلق. Related to enteroviruses formerly known as enterovirus 72 now put in its own family hepatovirus. One stable serotype only. Difficult to grow in cell culture. Primary marmoset cell culture and also in vivo in chimpanzee and marmosets. Four genotypes exist, but in practice most of them are group 1. هذه البيولوجي ما مطالبين فيها، هذه مو شغلنا بس احنا خليناها في المقدمة للمحاضرة. Clinical feature of hepatitis A, incubation period average 30 days, range 15 to 50 days. Jaundice by age group, less than 2 years, less than 10% they have jaundice. أقل من 6 سنوات مو كلهم يتبلغ جوندس، قد يجي الهيباتيتس يروح ما ندري بيه. 6 to 14 years 40 to 50% they develop jaundice. More than 14 years الأكبر من هذا العمر 70 to 80% will have jaundice. Complications of hepatitis A
Fulminant hepatitis, sudden severe onset of hepatitis, very painful. And cholestatic hepatitis, liver inflammation due to arrested bile excretion. Cholestatic hepatitis is that arrested bile excretion. Relapsing hepatitis, liver inflammation occurring after recovery. And then the complications by hepatitis A, in fulminant hepatitis or cholestatic hepatitis or relapsing hepatitis. Is there any chronic complication or sequelae for hepatitis A? No. Is there any possibility for reinfection after recovery? No. Transmission of hepatitis A, close personal contact. Example, household contact, sex contact, child eye, daycare, and centers. Contaminated food and water, example, infected food handlers. Blood exposure, rare injection, drug use, rarely by transfusion. Fecal oral transmission leads to spread between close contacts. Greatest period of communicability, 2 weeks before onset of jaundice, and virus is stable in the environment for months. Then transmission mostly fecal oral or contact with the close contact or contaminated food, water, and rarely by blood. Global patterns of hepatitis A virus transmission. Endemicity, if it is high endemic hepatitis A, and disease rate high to low to high. Peak age of infection, early childhood. Transmission, person to person, and outbreaks, uncommon. The high endemic areas, اللي هو عادة تصير early childhood, the rate low to high, the mode of transmission is person to person, and outbreak, uncommon. The moderate disease rate high, in late childhood and young adults, even person to person, food and waterborne outbreaks, تنقل عن طريقة low endemicity and low disease rate عادة بال young adults person to person transmission food and waterborne and there is outbreaks the low endemic area تجي على شكل outbreaks the endemic epidemic يصير بها very low endemicity very low disease rate عادة بال adults يصير بالtravelers outbreaks and common. إذا عندنا الأوتبريكس كمان بحالتين بالمودريت إندمسيتي واللو إندمسيتي. Risk factors associated with reported hepatitis A 1990-2000 in the United States. Sexual or household contact about 14%. International travels 5%. Men who have sex with men 10%. Injection drug use 6%. Child or employee in daycare centers 2%. Food or waterborne outbreak 4%. Contact now child bill or employee now contact of daycare child or employee 6%. Other contacts 8% and unknown about 46%. High geographic distribution of hepatitis A infection. High endemic Iraq, مشمول بالhigh endemic area. نانا Iraq وإيران ودول الخليج وأفريقيا أمريكا الجنوبية high endemic area. Diagnosis of hepatitis A acute infection diagnosed by detection of hepatitis A virus IgM in the serum by EIA. اللي هي serological test. فإذا acute infection نلقي IgM in the serum of the patient. Past infection, that's to say immunity determined by the detection of hepatitis A virus IgG. إذا acute infection IgM. Past infection IgG. Cell culture difficult and take up to 4 weeks, not routinely performed. هذا يسوون cell culture ياخذ 4 أسابيع وعادة ما نستعمل الروتين بالدراسات ممكن يستعملوه من يسوون السيرفيلنس
Direct detection by PCR of feces can detect illness easier than serology, but rarely performed. عادة غالي وراح تحتاج إلى كيت معين. فهذا يسمى direct detection of the virus by PCR, اللي هو RT-PCR of feces, detect earlier than serology, اللي هم IgG والIgM, but rarely performed. إذا شخصنا الآن prevention of disease اللي هو hepatitis A, hygiene, hand washing, sanitation, clean water sources, hepatitis A vaccine and immunoglobulins. شلون نسوي الفاكسين للهيباتيتس A؟ عندنا pre exposure vaccine و pre vaccination test. Pre exposure vaccines or vaccination persons at increased risk for infection, اللي هم high risk, من هم men who have sex with men whether sexually active or not. هذا نعتبره high risk للهيباتيتس A من pre vaccination. User of injection and non-injection drugs. ذول اللي يستعملون الأدوية المخدرات injectable or non-injectable. Person with health condition, clotting factor disorder, chronic liver disease, including hepatitis C. نعطيهم hepatitis A vaccination. Travelers to intermediate and high endemic countries with hepatitis A. Intermediate and high endemicity. من يريد يسافر نعطي prophylactic pre-exposure vaccination. Pre-vaccination test, the considerations اللي ناخذها عادة cost of vaccine, serological test including visit, prevalence of infection and impact of compliance with vaccination. لاني ناخذهن الconsideration من نظر الاعتبار قبل ما ننطي الvaccine. Likely to be cost effective for adults born or live in high endemic areas. راح يصير إلى فتقيمة adult more than 40 years of age and older adolescents, young adults in certain groups, Native American, Alaska Native and Pacific Islands. دولة يعتبرون in high risk group ونسوي لهم الهيباتيتس A. الهيباتيتس A laboratory test حتى نشخصها مثل ما حكينا قبل شوية IgM اللي هو يعني generally detectable 5 to 10 days before onset of symptoms and can present up to 6 months. هذا اللي يعني acute infection. IgG appears during convalescent phase of infection remains resistant. نكمل محاضرتنا اللي وصلنا بها إلى hepatitis A laboratory test اللي قلنا total anti-HAV اللي هو مجر بوث لا قبلها السلايد القبل اللي هو قلنا انتي اتش اي في اي جي ام الجنرالي ديتكتابل 5 تو 10 دايز بيفور اونست اوف سيمبتومز كان بيرزست اب تو 6 مانس اند انتي اتش اي في اي جي جي ابييرز دورين كونفالسنت فيس هذا يعني اكو انفكشن صاير ريمين بريزنت ان سيروم فور لايف تايم هذا الاي جي جي هيباتيتس اي فايروس اي جي جي confers enduring protection against disease يعني وجوده بعد ما يصير عادل المرض hepatitis A laboratory test total anti-HAV measure both anti-HAV IgG and IgM positive test for total anti-HAV together with negative test for anti-HAV IgM إذا negative IgM و positive together indicate immunity consistent with either past infection or vaccination. Past infection نعطينا immunity, indicate immunity consistent. أو نحن نعطي virus vaccination يسوي لنا هذا positive for total anti-HAV together with negative for IgM. يعني acute infection ماكو. عندنا ذول اثنين هم positive معناها اكو indicate immunity. Consistent with either past infection or vaccination. The hepatitis A vaccines عندنا high immunogenic اللي هم 97% of children immunogenic highly. Adolescents and adults have protective levels of antibody within 1 month of receiving first dose.
97% to 100% of children, adolescent and adult have protective levels of antibody within 1 month of receiving first dose. Essentially, 100% have protective levels after second dose. Highly efficacious in published studies, 94% to 100% of children were protected against clinical hepatitis A infection after the equivalent of one dose of vaccine. يعني إذا أعطينا دوز واحدة راح ينطينا 94% protection، وإذا أعطينا دوز الثانية راح ينطينا 100% protection. Second type of hepatitis viruses, hepatitis E virus اللي هو hepiviridia, hepivirus اللي هو يشبه hepatitis A، ولذلك خدناه بنفس المحاور. Hepatitis E virus an enveloped RNA virus 32 to 34 nanometer in diameter, positive stranded RNA genome, 7.6 kb in size, very labile and sensitive, can only be cultured recently. Labile and sensitive, labile يعني يتلف بسرعة، مهيئ لأن يعني الحرارة قد قتله، القاصر يقتله. Labile and sensitive. Hepatitis E clinical feature, incubation period average 40 days, يعني شبيه لل الهيباتيتس A range 15 to 60 days case fatality rate overall 1% to 1 to 3%, pregnant women 15 to 25%. ده صار بالنساء الحامل صير نسبة الوفيات عالية. أما severity increase with age، كل ما صار الهيباتيتس E بالكبار يكون increase severity مالته. chronic sequelae there is no، ما مشخص أي حالة من كرونستي بالهيباتيتس E. هاي الجيوغرافيكال ديستريبيوشن اوف تايتس اي اندنسيتي، احنا هسه نشوف الخارطه هنا العراق مو ضمن الميلك اريا، يصير بسبورادك كيسز. ابيديميولوجيكال فيتشرز، موست اوت بريكس اسوشيتد وذ فيكالي كونتامينيتد درينكينج واتر. موست اوت بريكس اوف هيباتيتس اي فيروس اسوشيتد وذ فيكالي كونتامينيتد درينكينج واتر. صارت بمدينة الصدر تكسرات بالبوريات مال المي، وجدت المجاري اختلطت بيها، ففي كلي contaminated drinking water يشربون ما يدرون هذا contaminated، وصار عندهم بدأ outbreak. هاي بسنة حقيقة بالتسعينات، نهاية التسعينات قبل السقوط 1999 98، صار قد outbreak كبير. مدينة الصدر كان يسموها مدينة الثور. Several other large epidemics have occurred since in the Indian subcontinent and USSR, China, Africa, and Mexico. In the United States and other non-endemic areas where outbreaks of hepatitis E have not been documented to occur, a low prevalence of anti-HEV, اللي هو less than 2%, has been found in healthy population. The source of infection for this person is unknown. Legal anti-HEV. عندهم بس ما يعرفون منين جاية. minimal person to person transmission high epidemiologically. risk groups of severe course pregnancy, diabetes mellitus, obesity, hypertension, ischemic heart disease راح يكونون أكثر عرضة للهيباتيتس E حتى لو كان low dose. epidemiological features in disease endemic areas, large outbreaks involving several hundred to several thousands persons, developing countries, sporadic hepatitis cases frequent بعض المناطق. Fecal oral transmission usually through contaminated water is the predominant route of transmission. Insignificant person-to-person transmission and parenteral transmission none but appears to contribute to only a minority of cases. Mother to newborn transplacent transmission none. مرات يكون إذا الحامل أخذت جرعة عالية من الهيباتيتس E ممكن ينقل إلى هير بيبي. Highest attack rate among young adults age 15 to 40 years with relatives pairing of children. Highest attack rate among young adults 15 to 40 years. Relative sparing of children. High attack rate and mortality among pregnant women. حكيناها قبل شوية. Particularly those in the second and third trimesters. Low overall cases fatality rate. Low fatality rate. Chronic infection. Immunosuppression. دول يكونوا معرضين أكثر.
اللي هم اهل الدايبتس ملايتس هايبرتنشن اسكيميك هارت ديزيز او ياخذون اميون سبريسيف ال سي اي دول يكونوا معرضين اكثر للاصابه. سوبر انفكشن كان كير امونج بيرسونز وذ كرونيك ليفر ديزيز عندهم كرونيك ليفر ديزيز واخذوا كونتامينيت ووتر فيصير سوبر انفكشن هيباتايتس اي. اوفرول اتاك ريتس ديورينج هيباتايتس اي اوت بريكس هاف رينج فروم 1 تو 15%. Diagnosis by detection of anti-HEV IgM and IgG. مثل ما قلنا IgM معناها acute والIgG old infection. Detection of virus RNA rarely applied. Prevention, possibly contaminated drinking water should be avoided as should uncooked food in endemic areas. بالإندميك أريا حاول ما نأكل أطعمة مطبوخة والدرينكينج ووتر كلش نهتم به. immunoglobulin not effective if it comes from donors in western countries. يعني إذا أخذنا الإميونوغلوبيلين من المتبرعين ولا العربية ما رح يشتغل عندنا فما رح نستفيد من عنده. There is no vaccine for hepatitis A. Thank you for listening and we are finished our lecture.